السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي. المكالمة التي نشرتها بيني وبين الدكتور سعيد فودة، بعض الإخوة قالوا لي هو قد طرح فيها شبهات لابد من الرد عليها، مع أنني بالنسبة لي أنا لم أرى شيئا مما طرحه شبهة، بل كلها إدانات صارخة للعقيدة الأشعرية. لكن الذي تابع معنا في الدروس العلمية سيرى كما أرى، سيرى أنها مجرد إدانات، كلها إدانات إدانات. ولهذا أنتم تروني في المكالمة والله كنت سعيدا جدا، ابتسامتي كانت عريضة، لأنه يدين لك المذهب ويقول لك ما نقوله نحن، ويحاول بعض الناس الذين يخجلون من عقيدتهم أمثال عبد القادر وغيره يحاولون إخفاء هذا الذي يقوله سعيد فودة. من الغلط المنهجي أنك تسمع الردود فقط ولا تسمع الدروس العلمية. الذي سمع الدروس العلمية معنا، الذي سمع مثلا شرحنا لكتاب حرب الكرماني، سيعرف أن هذه إدانات للمذهب الأشعري. الذي تابع معنا في دروس مناظرة القائلين بخلق القرآن سيعرف أن هذه إدانات للمذهب الأشعري. لكن الخطأ المنهجي عند بعض الإخوة أنه لا يسمع الدروس، يسمع فقط الردود. هذا لا يبني لك منهجية علمية حقيقية. الدروس بمثابة الجذور للشجرة، ما في دروس علمية، ما تتابع دروس علمية، تتابع فقط ردود كعصاية أنت ركزتها في الأرض، تأتي ريح قوية قد تنزعها. فعلى هذا وبناء على طلب بعض الإخوة أنا سأفرد ما قد يكون شبهة للبعض في هذا المقطع وأرد عليه. إضافة إلى قد يتبادر يعني سؤال لبعض الناس، مع أنني بينت ذلك قبل، لماذا لم ترد عليه؟ ما أنا كنت أستظهر عقيدته. هذه المكالمة مهمة يا إخوة جدا، أظهر عقائد مهمة، فأنا كنت أستخرج منه عقيدته. وأول ما اتصلت أنا قلت له أريد أن أستفسر وليس أريد أن أناظر. لو قال لي يعني لو قلت له أريد أن أناظر قد لا يقبل، قد يقبل بالحوار ولا يقبل بالنشر. لكن أنا أريد سؤالا، أريد أن أستظهر عقيدته. مهما قال سأقول له صحيح صحيح صحيح، هكذا أنتم تعتقدون. إلا إذا قال شيئا لا يعتقده سأقول له لا، ولكن في كتبك هذا يختلف أو ما شابه ذلك، ولكن هو قال ما يعتقد، وهذا ما أردته، هذا غرض المكالمة. ولم يكن الغرض لا حوار ولا جدال ولا نقاش ولا مناظر. ولو كان يريد المناظرة أنا جاهز، هو أو غيره من الذين يعرفون كيف يخاطبون الناس. فهذه المكالمة والله مهمة يا إخوة، من أول كلمة فيها عندما سألته عن القرآن فقال أي قرآن تقصد. هذه والله وحدها وحدها تكفي لكل مسلم أن يعرف أن هذه العقيدة ليست هي التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، ليست هي التي أنزلت من عند الله. مسلم يقول لك أي قرآن تقصد؟ كم قرآن عندنا؟ وهذا ما يحاول أهل المذهب إخفاءه، ونحن أظهرناه بكلام سعيد فودة، وهو قلت وأقول عالم من علمائهم. أنت بدك تقارنه بعلماء أهل السنة وتقول هو ليس بعالم، أنت حر. لكن من الأشعرية هو بعقيدة الأشعرية أعلم من شيخ الأزهر، أعلم من الجفري، أعلم من كثير من دكاترة الجامعات وغيرهم في العقيدة الأشعرية في تخصصه. يمكن في أمور ثانية هو ليس بعالم، هذه مو هي القضية، لكن هو في الأشعرية رجل بارز. فالآن المسألة التي قد تكون عند بعض الناس شبهة فأفردتها الآن للرد عليها. والقرآن والكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في أنه لا تنفذ كلمات ربي حتى لو كانت البحر ويمدها من بعدها سبعة أبحر لا ينفذ، لكن القرآن مكتوب بصورة كذا ومكتوب بصورة كذا، فهناك تغاير بين مفهوم القرآن ومفهوم الكلام النفسي. نعم. ولكن كما قلت لك آنفا، عندما يقولون القرآن ما بيقولوا القرآن مطلقا غير مخلوق، لا، بيقولوا القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق، يريدون المعنى الذي ذكرته آنفا. إذن هو يقول لك القرآن الغير مخلوق هو الكلام النفسي، والذي جاء فيه قول الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
فقال القرآن غير هذه الكلمات، لأن القرآن مبدوء ومنتهي. طيب، الله سبحانه وتعالى قال ويقول، قال كلاما، قال يا آدم، قال له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، عندما خلق آدم، قبل خلق آدم خلق القلم وقال له اكتب، هكذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. هذه قالها، قال لآدم في يوم القيامة سيقول كلاما، في بعد دخول الناس الجنة سيقول كلاما، سيقول لأهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، في الحديث المعروف. هذه ليست قرآنا، إنما قال كلاما، أخبرنا أن هذا اسمه القرآن، وهو يقول كلاما غيره، ما في اختلاف بين المسلمين في هذا. إذن الله سبحانه وتعالى يقول ما شاء سبحانه وتعالى، لكن قال كلاما وسماه القرآن، قاله حقيقة. الأشعري يقولون لا، كلمات ربي هي كلام نفسي، مثل لما تفكر أنت بكلام، هذا اسمه كلام نفسي، فهم يقولون هذا عند الله سبحانه وتعالى هو الكلام، وهو الكلمات التي لا تنفد وهي الغير مخلوقة. أما القرآن يقولون عنه مخلوق. طيب، إذا كانت الكلمات التي قال الله سبحانه وتعالى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هل هي كلمات تكتب ولا لا تكتب؟ الكلام النفسي ليس بالعربية بالنسبة لهم، ليس حروفا ولا لغة له. الله يقول قل لو كان البحر مدادا، يعني حبرا يكتب به، مدادا لكلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي، فإذا هو كلام يكتب، كلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى كلام يكتب، وليس كلاما لا لغة له، لا حرف له، لا كلمات فيه. فهذه مسألة. هذه هي الصيغة الواردة عن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء رحمه الله، نسب كلامه للإمام أحمد بن حنبل، وأنا هذه الكتب مفتوحة أمامي لأجل أن أقرأ لكم كلام الإمام أحمد، هذا كتاب السنة لحرب الكرماني تلميذ الإمام أحمد، يقول فيه في المسألة رقم 368، قال أحمد بن حنبل القرآن كلام الله، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. القرآن كلام الله، القرآن ما صفته، ما نعته، كلام الله، وليس القرآن الذي هو كلام الله الذي يختلف عن القرآن الذي يعرفه المسلمين غير مخلوق، إنما يقول القرآن كلام الله، القرآن موصوف ما صفته أنه كلام الله، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. قال والقرآن من علم الله وفيه أسماؤه. طيب، الكلام النفسي فيه أسماء الله، ما فيه كلمات، وعلم الله ليس بمخلوق، وقال تعالى الرحمن علم القرآن، هل هو علمنا الكلام النفسي ولا علمنا الكلام الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ علمنا الكلام الذي أنزل على محمد، فأحمد بن حنبل وغيره من العلماء يتكلمون عن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قال المنزل مخلوق. فإذا قال وقال الله تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فالقرآن من علم الله وعلم الله ليس بمخلوق فيه أسماؤه. وهنا يعني أيضا أنقل لكم عن غير أحمد، سأرجع إلى أحمد بعد قليل، حرب الكرماني، حدثنا حماد بن مبارك قال حدثنا يحيى ابن خلف أبو محمد المقرئ قال كنا عند مالك بن أنس إمام معروف، فسأله رجل ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ القرآن مخلوق، القرآن اسم علم معروف، على ماذا يطلق؟ متجوزا على الكلام النفسي، القرآن. قال زنديق الذي يقول عن القرآن مخلوق، زنديق كافر اقتلوه. وهنا نقل بإسناده عن عطية بن قيس الكلابي قال ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، ولا ردوا إليه كلاما أحب إليه مما خرج منه. الكلام النفسي لا يخرج، أما الكلام هذا أنزله، فعبر بقوله أحب إليه مما خرج منه. صور لكم الصفة في شرح أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، قال عن ابن المبارك، طبعا بإسناده إلى ابن المبارك، قال وقرأ 30 آية من طه
فقال: من زعم أن هذا مخلوق فهو كافر. يقرأ 30 آية من طه، من سورة طه، آيات متفرقات. وكذلك بإسناده إلى النضر بن محمد قال: من قال بأن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوقة فقد كفر. وهنا سفيان الثوري لما سأله شعيب بن حرب قال له سفيان: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ، إذن له بداية، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. الكلام النفسي لا بداية له عنده. وهي صورنا لكم الصفحة، هذه عقيدة سفيان أرويها بالإسناد المتصل إلى سفيان رضي الله عنه. وأما أحمد بن حنبل سأقرأ لكم مزيدا من كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. أول ما بدأ الكتاب، وهذه أيضا أرويها بإسناد إليه، أول ما بدأ به في الأثر رقم 3: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وذكر آيات يستشهد بها. جاءك الذي أنزل على محمد، هم عندهم مخلوق، عند أحمد من قال إنه مخلوق كافر. وكذلك قال في آخره، سأصور لكم صفحة، وقال عز وجل: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، بعض ماذا؟ بعض القرآن المعروف. طيب، انتهينا من هذه الجزئية، انتهينا، نجي إلى جزئية ثانية. يقول الدكتور سعيد: الأشاعرة أهل السنة يقولون المحدث والمخلوق واحد لا فرق بينهما، وابن تيمية لما يفرق بينهما مجرد عبارة عن تلاعب بالألفاظ وتحكم لا قيمة له. لا قيمة له مطلقا. ابن تيمية كما تعلم يقول إن المخلوق هو ما أحدثه الله خارج ذاته، والمحدث هو ما أحدثه الله في ذاته. هم لا يفرق، ليس عندهم فرق بين المحدث والمخلوق. سأقولها من ذهني، لن أفتح كتابا لأن ما أشرت إليها. إسحاق بن راهوية يقول: من قال إن القرآن محدث على معنى مخلوق فهو كافر. إذن في معنى آخر لكلمة محدث، من قال إن القرآن محدث على معنى مخلوق فهو كافر. سأصور لكم صفحة من أحد هذه الكتب موجود في السنة، وهذا من صحيح إمامنا البخاري رضي الله عنه، نرويه بأسانيدنا إليه. باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. بدلها: إن الله يخلق من أمره ما يشاء، ما تصح. وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، بدلها: وإن مما خلق أن لا تكلموا في الصلاة، لا تصح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ابن تيمية يقول لك، ابن تيمية وغير ابن تيمية، والآن كل العقلاء لن يختلفوا معي، الله سبحانه وتعالى إذا فعل فعلا هل فعله مخلوق؟ الله يخلق أفعال نفسه، أفعال الله ليست مخلوقة، صفات الله ليست مخلوقة. فإذا الله سبحانه وتعالى جاء بعد أن لم يكن جاء في يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء بعد أن لم يكن جاء، هم يقولون المجيء هذا محدث، إذن هذا مخلوق، ولأن الله لا يتصف بمخلوق فهو لا يجيء. نحن نقول الله يجيء، هكذا أخبرنا. النزول في الثلث الأخير من الليل نثبته لله سبحانه وتعالى أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل. هم يقولون النزول كان بعد أن لم يكن، إذن هذا لابد أن يكون مخلوقا، فلهذا نحن لا نثبت النزول، هم. ونحن نقول الله ينزل متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، جل الله وتعالى عن صفات المخلوقين. أفعال الله عند أهل السنة، عند أتباع الأنبياء، عند العقلاء ليست مخلوقة. هم قال لهم الفلاسفة أن كل شيء كان بعد أن لم يكن فهو مخلوق،
وبالتالي الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا، لأنه لو فعل شيئا بعد أن لم يكن فعله سيكون فعله مخلوقا. فهم قالوا طيب ماشي كلامكم صح، وصار هذا دينا للجهمية وللأشعرية هؤلاء، فكلامه هذا يدينه. والله سبحانه وتعالى لا يجعل معجزة صفة من صفاته. يعني لا يقول الله سبحانه وتعالى للمخلوقات أتحداكم بأن توجدوا قدرة مثل قدرتي، ولا يقول أتحداكم بأن توجدوا إلها مثلي، لا يقول هذا الكلام، لأنه هذا كل هذه من المحالات. الله سبحانه وتعالى يتحدى المخلوقات بما هو من الممكنات الذي يدخل في جنس قدرهم. هو يقول الله لا يجعل معجزة صفة من صفاته. طيب ما لماذا؟ لأنه تحداهم أن يأتوا بمثله. صفة الله الكلام، وقد تكلم بكلام عربي وقال ألف لام ميم كاف هاء عين صاد، وأولى الأقوال بهذه الحروف أنه يقول لهم أو يبين لهم أن هذه حروف عربية ركب منها الكلام، ركبوا منها كلاما كالذي قلته. ثم قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله يخبر بالخبر الصادق أنهم لا يستطيعون الإتيان بمثله. كما أنه قال للمشركين، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا كخلقه ولو كانت ذبابة. وقال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، فيبين لنا أنهم ليس عندهم ملك كملكه سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم، يعني الذين تدعون أنهم شركاء لله، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هذه صفة لله. ثم قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، الهداية، هداية من عند الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق. وقال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، هو يقول لن يتحداهم بأن يأتوا بإله، هو يقول لهم نادوا شركائي الذين زعمتم، فهو يبين لهم أن هذا مستحيل، هذا محال، أنتم لا تستطيعوا ذلك. وكذلك قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هو لم يقل لهم صوت كصوت الله أو كيفية تكلم ككيفية تكلم الله سبحانه وتعالى، ولكن قال هذا الكلام الذي أنا بمعنى كلامه، أن هذا الكلام الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به باللغة العربية وقاله حروفا عربية ألف ولام وميم، هذه الحروف التي تعرفونها وتتكلمون بها، تكلموا أنتم وأتوا بمثله لن تستطيعوا. فإذا الكلام واضح يا إخوة، ليس فيه شبهة، مجرد إدانات لهذا المذهب أنه بني على باطل. هذا يا إخواني ليس شبهة بالنسبة لمن درس، هذا أدلة، هذه أدلة على بطلان مذهبهم لأنه بني على باطل. ولهذا أنا نصيحتي لكم يا إخوة درسوا تعلموا مني أو من غيري، عليكم هذه الكتب، هذه كتب السلف، درسوها اتقنوها. بارك الله فيكم يا إخواني، ووفقنا وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.